اليوم ان شاء الله عز وجل غادي نتكلموا على واحد الخمسه ديال النساء اللي ما كيقربهمش الجن، فابقى معنا في هذا الفيديو هذا وما تمشي فين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم مراد بدحوم كيف ما العاده. الا كنتي اول مره دخلتي القناه مالك بالضغط للزر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد كنديروه، وما تنساوش القناه الثانيه غادي نخليوها لكم في اسفل الفيديو. اللي عنده شي اقتراح او شي سؤال فمرحبا وخليه لينا في لي كومونتير كذلك كنستافدوا منه. اما الا قلت شي حاجه غلطه فيمكن لكم تصححوها ليا في لي كومونتير. اول حاجه غادي نبداو بها، بزاف ديال الناس اللي كيكون فيهم مس عاشق وكذلك الجن العاشق. اول حاجه غادي نعطيك انا تحصين، وتحصين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله، هذا قال النبي عليه الصلاه والسلام، من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مره كانت له حرزا من الشيطان، ما بينك وبين الشيطان واحد الحرز ما يقربكش الشيطان. فكذلك هناك العديد من الادعيه. المهم اليوم ان شاء الله عز وجل غادي نتكلموا على النساء اللي ما كيقربهمش الجن. اول حاجه وهو المراه خصها تكون انها تكون فيها ذكر الله عز وجل، تكون تذكر الله عز وجل، تكون تدير الاذكار ديال الصباح، تكون كدير الاذكار ديال المساء، اذكار ديال النوم كذلك، لان الاذكار فيهم فضل عظيم، فالاذكار لهم اجر عظيم عند الله عز وجل، اعد الله للذاكرين والذاكرات اجرا عظيما، فهذه الايه قالها الله عز وجل. كذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: سبق المفردون، قيل يا رسول الله ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالمراه التي تكون انها في لسانها ذكر الله عز وجل، لن يفطر لسانها عن ذكر الله عز وجل، ديما كتذكر الله عز وجل، جالسه في الدار كتذكر الله عز وجل، خارجه من الدار كتذكر الله عز وجل، هذه ما كاينش شي طريقه اللي غادي يدخل فيها الجن، ما غاديش، هذه ما كيقربهاش، يعني انها ديما كتذكر الله عز وجل، وكل ما ذكرتي الله عز وجل كل ما اي حاجه كتيسر ليك. اول حاجه بغيتي الزواج انها دعي الله عز وجل، بغيتي الذريه الصالحه دعي الله عز وجل، بغيتي الشتاء دعي الله عز وجل، بغيتي يغفر لك الله عز وجل دعي الله عز وجل. هادشي كامل جمع الله عز وجل في ايه: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. اول حاجه غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. هذا فضل الاستغفار، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يستغفر اليوم في، كان يستغفر الله عز وجل في اليوم 100، في روايه 70 وفي روايه 100 مره في اليوم. كذلك نحن يجب علينا الاستغفار اكثر من 100 مره، لان النبي عليه الصلاه والسلام غفر الله له عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فكيف بالك انا وانت واحنا كاملين شنو شخص نستغفر الله عز وجل من مره، لان النبي عليه الصلاه والسلام غفر له الله عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وكان يستغفر 70 حتى 100 مره، اما احنا يجب علينا الاستغفار الالاف. المهم المراه الثانيه وهي المراه التي تتوضا دائما تتوضا وضوءا للصلاه، واذا ما كانش موضي انها كتحاول انها تعاود تجدد الوضوء ديالها. فالمراه المتوضئه كذلك ما كاينش شي طريق اللي غادي يدخل فيها الجن ولا شي حاجه، ما كايناش، فهادو كيخاف منهم الجن بزاف، انهم اللي كيكونوا ديما على وضوء، ديما كيكونوا طهاره ديما، فما كيلقاش شي حاجه شي وسيله انهم اللي يدخل فيهم او شي سحر اللي يصيبهم او شي حاجه، فهاد الشيء هذا ينفر منها الجن. فهاد الاشياء هذه اللي الا كانت فيك فكينفر منها الجن، ما كيبقاش يدور عندك، كذلك في الدار ما كيبقاش يدور عندك في الدار. الى قريتي سوره البقره قال النبي عليه الصلاه والسلام: اخذها بركه فانها تطرد الشياطين من البيت. كذلك ثالثا وهي تلاوه القران. يجب على المراه ان تتلي كتاب الله عز وجل في بيتها من غير فتره الحيض، فان فتره الحيض فلا يجوز لها قراءه او مسك المصحف بايديها او لمس المصحف بايديها. وكذلك فهناك احكام الحيض فهي 15 سأبينها ان شاء الله عز وجل في فيديو اخر باذن الله جل وعلا. فالمراه يجب عليها ان تقرا كتاب الله عز وجل، كل ما كتقرا كتاب الله عز وجل كل ما الشيطان كيتهرب منك، صافي كيتهرب منك، ما كيلقاش انها تحفظك الملائكه. فجاء في الحديث بان الملائكه تحفظ اهل الذكر بل وتضع اجنحتها على طالب العلم، فهذا فضل الذكر وتلاوة القرآن. وإن عليكم، فصدق الله عز وجل وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملائكة تحفظنا
كذلك عند الموت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهناك تتنزل الملائكة عند الموت وتبشرك بالخير وتبشرك بالجنة، لأنك كنت في الدنيا أو لازلت في الدنيا أن تذكر الله عز وجل، كنت تتلي القرآن الكريم وكنت تصلي وكنت تزكي، فهذه الأعمال كلها فتتنزل الملائكة عليك بإذن الله جل وعلا. ورابعا وهو الصدقات، هو الصدقات. يجب على الإنسان أن يصدق، يجب على الإنسان أن يزكي. كاين بعض الناس لأنهم كتوصل وقت الزكاة ولا ما كيخرج الزكاة، فهذا العام هذا خصوصا هذا العام هذا، فاللي ما خرجش العام اللي فاتوا لهذه فيخرج هذا العام بكثرة، لأن هذا العام الناس ما خداماش والناس بسبب الحجر الصحي فيحاول أنها يخرج، كل ما خرج كل ما مزيان. فكذلك الصدقات. وكذلك خامسا وهي المرأة المحتشمة والمحتجبة التي تلبس لباس نقيا في الشارع، فليس التبرج، هذا التبرج ليس من الدين أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فتحت الريحة ديالها كيف ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما غادي يشموها حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقال الله عز وجل من وراء هذه الآية، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فإذا كنت أختي في الله، إذا كنت كتبرجي أو كنت كتلبسي لباس فمشيت لهيه أو لا، دابا انت ان بالنسبه لك داك اللباس انه راه زوين انه راه كيعجبك، لكن كتغضبي رب العزه ورب من فوق سبع سماوات تغضبين الله جل وعلا. فكنقولوا علاش كيجينا هذا المرض، كنقولوا علاش كنتصابوا بالسيحه، كنقولوا علاش فالغضب من الله عز وجل. فاش غادي نقول لكم اخوتي، فهاد الشيء راه كثر بزاف وخصنا نستغفر الله عز وجل. كيف ما كتشوفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله عز وجل 170 حتى 100 مرة، فيجب علينا كذلك احنا الاستغفار والإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. فإذا كانوا فيك هاد الخمسة ديال المواصفات فما تخافيش من الجن أبدا، فالجن ملي غادي يشوف فيك هاد الخمسة ديال الحوايج ما غاديش يقرب ليك أبدا. فنحاولوا أخوتي أن نذكر الله عز وجل، نحاولوا أننا نتلو القرآن، نحاولوا أننا نصلي الصلاة ديالنا في الوقت، نحاولوا أن الصدقات نكثروا من الصدقات. فبلا ما نطول عليكم أخوتي في هذا الفيديو هذا، كان معكم مراد بوحوم في هذا الفيديو هذا. إذا كنت أول مرة دخلت القناة ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، وما تنساوش القناة الثانية نخليها لكم أسفل الفيديو، دخلوا وديروا اشتراك. إذا درتوا اشتراك غادي نكون فرحان بزاف. شكرا لأي واحد دخل واشترك معنا في القناة ودار فينا الثقة ودار جيل زراس وأنه كيتصنت لينا بزاف، فشكرا ليه بزاف. شكرا 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 لكم بزاف، وتحية الناس ديال الخارج والناس ديال داخل المغرب والناس ديال خارج المغرب، شكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.